بكلمة واحدة تبقى شبكة المواني اللي موجودة عندنا، ايه اللي يحصل يا كامل؟ قول بيجروا عليك ازاي؟ هات التليفون الميكروفون لو سمحت. اه يا كامل، كامل احنا يا فندم بعون الله احنا كان عندنا في مش هقول 2014 لا سنتك 2020 كان عندنا في كل الموانئ المصريه 35 كيلو ارصفه، منها 3 كيلو فقط هم بتوع شرق بورسعيد اللي عمقهم 17 متر 18 متر يسمح بدخول مراكب عملاقه كبيره. ما كانش حد بيبص لنا. شارع بورسعيد 3 ولا 5 كان؟ سيادتك 3 الاولانيين، سيادتك اللي هم بتوع مرسك دول اللي كانوا موجودين سيادتك في 2020. الخمسه فندم اتعملوا في اطار الخطه الجديده اللي سيادتك اقرتها عشان يبقى فيها ان شاء الله باذن الله 13 كيلو، كانوا 3 قدام وعملنا 5 وفاضل 5 مرحله ثانيه. الامانه قدامكم كلكم سياده الرئيس كل يوم يقول لي ابدا فيهم. انا اقول له يا فندم طب نسوق اللي موجودين ونخلص اللي موجود وان شاء الله باذن الله نبدا فيهم، وانا بوعد حضرتك ان شاء الله ان احنا باذن الله 2024 هنكون خلصنا 75 كيلو وبدانا في الخمسه بتوع شرق بورسعيد. المهم يا فندم احنا كان عندنا 5 خطوط ملاحيه عالميه، اكبر 5 خطوط في العالم، اصبحوا ما بيخشوش المواد المصريه. كلهم هربوا من مصر، راحوا يعني مش عايز اسمي، راحوا بيريوس يا فندم في اليونان وراحوا تمام يا فندم، راحوا سيادتك مواني اخرى، واصبح ما عادش عندنا تقريبا غير خط او اثنين هم اللي بيخشوا الموانئ المصريه كلها. حطينا خطه يا فندم بتوجيه سيادتك عشان نجعل مصر ان شاء الله باذن الله مركز للتجاره العالميه واللوجستيات. حطينا خطه يبقى عندنا 75 كيلو في نهايه 24، يبقى عندنا 75 كيلو ارصفه ومحطات. كان من شانه ان احنا فعلا بمجرد ما احنا بدانا ننفذ عندنا يا فندم النهارده اكبر 5 تحالفات عالميه في عالم المواني، سواء مشغلين او خطوط عالميه. هاتشسون الصينيه رقم 1 في العالم، يورو جيت الالمانيه رقم 2 في العالم، هاباج لويد رقم 1 في او رقم 3 في الخطوط، عندنا كوسكو، عندنا ام اس سي، عندنا سي ام اي، عندنا اكبر خطوط ملاحيه في العالم ان شاء الله باذن الله في 24 زي ما وعدنا حضرتك ان شاء الله باذن الله تكون مصر فعلا مركز التجاره العالميه للوجستيات. مش فقط المواني، الاسطول المصري يا فندم كان عندنا في وقت من الاوقات مملوك للدوله فقط 103 مركب، وصلنا من سنتين تقريبا 3 سنين ما كانش عندنا غير 13 مركب فقط مطلوب ان هي تنقل كل تجاره مصر. يمكن انا شايف الدكتور محمود محي الدين بيهز راسه ورايا لان هو شاهد على هذا العصر وشاهد على هذا الكلام. 13 مركب غير كافيه ابدا ان هي تنقل تجاره مصر. احنا يا فندم دلوقتي في الوقت اللي احنا واقفين فيه حضرتك صدقت ان احنا نشتري 7 مراكب، 2 مركب للوطنيه للملاحه و5 للقاهره للعبارات. احنا فندم ان شاء الله باذن الله زي ما وعدنا حضرتك ووعدنا اهلنا وشعبنا وبدعمك وبدعم المصريين اللي معايا والقطاع الخاص اللي فعلا مشارك معانا، احنا عندنا 75 كيلو ارصفه، ارصفه عمقها 18 19 متر، عندنا رقم 1 و2 و3 مشغلين في العالم كلهم بيتصارعوا عندنا. امبارح يا فندم بعد اللقاء اللي عملناه في المؤتمر الاقتصادي عندنا مواني من او شركات عالميه من ابو ظبي، عندنا من قطر، عندنا من الصين، عندنا من المانيا، جايين غير اللي موجودين عندنا علشان مش عايز اقول يتخانقوا او يترجوا ان احنا ياخدوا مواني، ولكن يا فندم طالبين مواني وان شاء الله باذن الله تكون عندنا كامل. مركز التجاره العالميه كفايه ان شاء الله كفايه كامل.